السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده عبارة عن لايف رقم واحد. كما وعدناكم على القناة هيكون في الفترة القادمة في ورشات كاملة ودورات تدريبية عن البلندر موديلنج تولز، وازاي تصميم منتجات كاملة من البداية عن طريق ريفرنس اونلي. اذا ده اللايف رقم واحد. ممكن الدرس يكون فيديو، ممكن هذا اللايف يكون اكتر تقسم على اكتر من فيديو. المهم نوصل للنتيجة المطلوبة، وتصميم الهيدفونز واللي هو عبارة عن او اللايف تصميم الهيدفونز من البداية وبأكثر من فاريشن. لو جينا نبص على الهيدفون، هو طبعا أشهر الهيدفونز أو الوايرلس هيدفونز من بيتس. في أكثر من فاريشن، في أكثر من كولر. ده أحد الكولرز المتاحة. ده اللون اللي هو الجري، ده اللون الأسمر، وده في لون اللي هو قريب من البلو. طبعا كلهم نفس الديزاين ولكن بيختلف فقط الكولر. ودي الكيز، شارجن كيز. طيب ايه احنا هنعمل ايه في اول درس؟ هيتم تصميم موديل للبيتس الهيدفونز، والدرس الثاني هيتم تصميم الكيز. بعد ذلك في الدرس الثالث ان شاء الله هيتم تقسيم، هيكون في اكتر من شوت. هو موجود هنا طبعا اكتر من شوت، دي شوت وليكن. الكتابة التكست هيكون على فوتوشوب في جريدينت وهكذا. ودي شوت طبعا، ودي شوت تانية هيدفونز اونلي. طيب خلينا نبدأ مباشرة في بلندر. أول شيء هنذهب إلى ده، طبعا ده الستارت فايل نبدأ بيه في كل سين. ممكن طبعا نضيف على السين كوليكشن لللايت والكاميرا، بحيث كل مرة ما نضطرش نضيف كاميرا لو الشغل معظمه برودكت وهكذا. طيب من الريفرنس هنا اوبن هيكون في عندي، فنختار الفرونت فيو اللي هو هذا الفرونت. ممكن نقول ان ده كده اونلي فرونت. طيب كنترول ام واي، احنا عملنا ايه؟ قلنا ان في فرونت وفي باك سايد. نفترض ان نفعل السكرين كاست كيز هكذا. ممتاز جدا، ممتاز جدا. طيب ده الفرونت وده الباك، نتأكد الاتنين aligned. هنسمي ده فرونت، وده هيكون اسمه الباك سايد. طيب هنضيف هنا كده، ممكن نقلل الاوباستي 50%، برضو هنا الاوباستي تكون 50%. هنضيف كيوب هكذا، الحدود عندها تكون من هنا لهنا وليكن. ممتاز جدا. اذا خلينا نشوف الباك سايد. الباك كنترول ام اكس، مظبوط، ده الباك وده السايد. خلينا نشوف كده aligned perfectly. ده كده كان اسمه جايد، ممكن نخفيه او نحذفه هكذا. نبدأ نختار الفرونت ونحولهم او نحركهم في الزد اكسس هكذا. ممتاز جدا. طيب لو جينا نعمل analysis هيكون في عندي ان هنا ده كده object أو عنصر. خلينا نعمل أناليسز ونشوف هيتكون من الهيدفونز. ده كده عنصر تاني، وفي ذات نفسه اللي هي النقطة ديت تبقى الإير بلاج، الإير تكون في هذا الشكل. وفي هنا البطن، طيب
ده كده الأربع أجزاء، في أكتر من بطنز هكذا، فاحنا ممكن نحذف كل جريس بنسل، ما هي ماشي السايد في الأول، هنبدأ بإبلين. هنبدأ بإبلين هكذا، هنحرك ده في الزد، وهنحرك الجزء ده هنا وهذا الجزء ها هنا. طيب في هنا السيركل، ممكن نبدأ أولا بسيركل 12 وليكن، we are x 90 degrees scale هكذا. اكسترود سكيل سلايد، هنوصل او كونكت الدايره بالجزء ده، وطبعا ده هيكون هنا اللوجو. فممكن اكسترود هكذا بحيث نعرف بس الحدود انه ستريت من هنا، يعني نعمل سناب ديت على الادج، فممكن نعملها بالسنابنج تولز على الادج هكذا. ممتاز جدا، ديت ايضا سناب على الادج، ممتاز جدا ايضا دي سناب على الادج هكذا. هنحتاج هنا 1 لوك كات، 2 3 3 لوك كات، 3 هكذا. طيب select all و G في الواي، كده ده الجزء الأول. نستكمل الجزء الأول، فاحنا هنا نضغط select all، هيكون في extrusion في الواي، هنلغي السناب وليكن الاكستروجن بهذه القيم. تمام جدا. بعد ذلك هنختار الجزء ده كده، هنفعل السناب البروشن ايتنج كونكتد اونلي جي في الواي. select y صفر، تمام ممتاز جدا. انفعل السناب مرة اخرى واجي في الواي، جي في الواي طيب بعد ذلك هنشوف عدد، طبعا الديتيل التفاصيل كلها هنضيفها في بعد ما نتم البلوكينج ستيج. في هنا نشوف هنا عدد الفيرتكس، اولا هنا عدد الفيرتكس 12، مفترض تقريبا 12، تمام. فاحنا هنحتاج ان يكون في سفير برضو 12، سكيل، فهنضيف سفير شيفت اس كورسر سيلكتد، هنضيف سفير 12. طيب هنا يكون 12، خلينا نقول هنا 16،
هنا الرقم ده مش مهم، لان اللي يهمنا الرقم الرينجز، اللي يهمنا السيجمنت. فاحنا خلينا نقول 18 او 20، بعد ذلك ار اكس 90 degrees وسكيل. هنضيف 2 سفير، دي اول سفير عندنا. هي اولا ملاحظين اللي هي في روتيشن بهذا يعني بهذا الشكل. خلينا نقول سكيل فليكس وليكن 1.3، وسكيل في الزد 0.9، طيب وسكيلد على هذا الأساس. اختار كل فيرتكس هذه، اختار الفيرتكس اللي هي ديت وليكن 16 فيرتكس ديليت. بقى عندنا كده 18. قلنا ان احنا محتاجين هنا 12، افترض يكون هنا زي يوم 12 مش 18. طيب كنترول ال شيفت اس كورسر سيلكتد اجين سفير 12 12 ار اكس 90 ديجريز سكيل 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 اكس 1.3 سكيل. زد 0.9. ممتاز جدا. هنحذف القديم وجوين الجديد طبعا لان ده لايف، فاحنا يعني ممكن يكون في بعض الاخطاء لان اول مرة يتم تصميم هذا الاوبجكت، فممكن يكون بعض الاخطاء البسيطة وعدة محاولات بحيث ان نشوف افضل طريقة للتصميم او افضل طريقة نحصل بها على النتيجة. طيب نحرك هكذا، طيب المفترض الفيس يكون مقابل الفيس، ما يكونش في اي تويست. نختار الإدج الخارجية والإدج هذه، ثم إكس فيسز و بريدج إدج لوب. طيب أعتقد ممكن نسولف هذه الإدج. ده كده أول جزء. اكسترود بهذه القيمة واد لوب كت. ايضا في هنا في هذه الجهة
طيب دي كده كان الجزء الأول، كنت هنعمل بلوكينج، فاحنا هنختار كل الفيرتكس ديت شيفت دي سيبرت باي سيليكشن. ثم هو بعد كده المفترض ملاحظين شيء معين، ان في هنا تويست لكن باقي الجزء ده بيمشي مستقيم كالتالي. فاذا هختار الجزء ده كده شيفت دي ونحرك هنا وليكن، وهيكون في روتيشن 90 degrees، يعني الإدج ديت هتنتقل تكون لأعلى. فاحنا ممكن select all أو control linked R Z 90 degrees R X 90 degrees، ونحرك ال edges هنا كده، سكيل زد صفر، روتيشن كالتالي. خلينا نشوف في الواي، سكيل واي بوينت فور وليكن. فالإج ديت هي تكون نفس الإج دي. طيب ديليت إدجز، كنترول ال، اكسترود، ده برضو هنضغط اكسترود كالتالي. اكتف element scale زد صفر، اكس فيسز، هنوصل ده بهذه الادج، ادج بريدج ادج لوبس. وده هيكون هنا نحرك الفيرتكس هكذا، ممكن نحرك الفيرتكس، هو احنا اللي يهمنا الجزء الإدج الخارجية، فاحنا ممكن نحرك ده في هذا الاتجاه هكذا. ده فيس، طيب في اعتقد ان في اكتر من نقطة منطبقة اضافة ام الديستنس. طيب فيس ويفل اكتر من مرة، هيختار الفيسز هذه مع الفيسز هذا فل. نحرك في الاكس، هنوصل تو ايدجز، تو ايدجز،
مع التو ايدجز. تمام هنحرك ده في الاكس اكسس، وانا بنحاول نوصل ان ما يكونش فيه ده كده فيل، والجزء التاني ده فيل والجزء ده كده فيل. نظبط بقى الفيرتكس، خلينا نشوف. افترض يكون في هنا لوب كات، الايدجز ديت هتكون هنا، طيب مبدئيا بعد إضافة السبليم سيرفيس يعني نتيجة ممكن تكون مقبولة، لكن محتاج يكون في بعض الإيديت للفيرتكس. في الفرونت فيو المفترض إن الإيديت دي كده لحد هنا كده فلات، الجزء ده كله من بيبدأ من هنا الفلات. خلينا الأول نعدل الفيرتكس ديت كده، هي المفترض تكون تتعدل. سلايد هكذا وهكذا. طيب كل الفيرتكس ديت الت اس للخارج، والفيرتكس هذه الت اس. وهذه Alt S. خلينا نشوف، هو طبعا الإدج ديت تكون كالتالي، دي ممكن تكون هنا كالتالي، خلينا نجرب سموث فيرتكس. السموث فيرتكس طيب، والريلاكس الالت اس شوية للخارج، والريلاكس الالت اس هكذا. بعد السوليوم سيرفس يعني النتيجة مقبولة نوعا ما. ار في الواي هكذا، وجي في الواي.
طيب طيب إذا خلينا نقول إن دي كده الإيدج الخارجية، فنضغط اكسترود هنا سكيل اكس صفر هكذا هكذا. خلينا نشوف. طيب سكيل في الاكس او الواي هكذا، سكيل واي وليكن 0.8، فبعد الاكسترود ممكن نختار الكونكتد وجي في الواي هكذا، كونسفير جي في الواي. نتأكد من الريفرنس. تمام جدا تمام جدا. نقفل بقى، نظبط الأبعاد. فهنا وليكن سكيل في الإكس، هنا سكيل في الإكس، وهنا سكيل في الإكس. ممكن نحرك ده كده هكذا، والجزء ده يكون هكذا. طيب ده بالنسبة لي الهيدفون نفسها. طبعا بعد استخدام سيرفس ممكن نضطر ان نغير الاماكن للإيدجز. هنا برضو الجزء ده ممكن اننا نحرك ده في الزد هكذا، ونحرك ده في الزد هكذا. كيو سيت فلو فيكون الناتج هي هكذا.
اعتقد ان الجزء ده اكبر من اللازم، فسكيل في الواي 0.8 نحرك. طيب ده الجزء بالنسبة بقى عندنا تفاصيل، يعني مثلا وليكن ده اتضح ان البروبورشنز او السايز غير منطقي، فكنترول بلس اكتر من مرة، وسكيل في الاكس هيكون سموث، وجي في الاكس انحرك ده للخارج هكذا. في جزء الجزء اللي هنا ده، فاحنا ممكن نختار delete faces و circle scale scale و extrude في ال y. ثم بعد ذلك دوبليكيت سيبرت باي سيلكشن، اكسترود في الواي، سكيل في الواي 0، شيفت دي سيبرت واي سيلكشن. الجزء الثالث سيلكت اول اكسترود في الواي، اكسترود سكيل، اكسترود في الواي سكيل، اكسترود سكيل، اكسترود في الواي، سكيل 1.8، 3 لوب كات هنا وليكن، سكيل اب سكيل هكذا.
كنترول 2 سيلكت اول وشيفت ان كذا. طيب خلينا نختار الفيس ده ونحرك في الواي هكذا، ممكن نضيف سوليدفاي، هنشوف هنحتاج ايه تاني غير سوليدفاي. طيب الايدج هنا برضو، هنا سموث، اعتقد الفيس ده محتاج يكون اقل شوية. سكيل شيفت واي بوينت وليكن 7 او 8. سلايد تمام. هذا الجزء ايضا هنضيف له سبلاين سيرفيس 3 و 4. شيفت ان هكذا سموث. طيب ايه اللي حصل هنا؟ تمام اعتقد ان فينا فيسز، فاحنا نضغط هنا وليكن طيب ممكن أحذف الفيسز ديت، في هنا فيس فيل وفيل. ممكن اختار الفيس ده وشيفت اي بوينت 7. في ملحوظة أيضا ده كده الجزء ده أصغر من اللازم، يعني لو شفنا السايز مش موجود كده في ال في الريفرنس، فاحنا ممكن نضغط هنا شيفت اس كورسر تو سيلكتد والبيفت بوينت تكون الكورسر وسكيل 2 أو سكيل 1.5. طيب أيضا هنا كده هنضيف لوب كات، أيضا هنا هنضيف لوب كات اي اف، هنضيف لوب كات خلينا نشوف ايش المشكلة هنا. تمام هنا كان في دوبليكيت لسبب ما، فاحنا ممكن ام ديستانس لما نضيف هنا ايدج تكون هكذا. تمام ممتاز جدا. جي هكذا
هات سكيل في الزد. أظن مش هنحتاج الريفرنس تاني، فهنا ممكن نضغط كنترول بلس سكيل شيفت واي بوينت سكيل شيفت واي بوينت فور سكيل شيفت واي بوينت سيفن بوينت سكس سكس فايف وهكذا. طيب هنشوف بقى التفصيلة اللي فوق ديت هنضيف ازاي. هنضيف هنا سيركل، السيركل ديت تكون وليكن 20 أو 24، وهنختار الايدجز ديت وهنحركها هكذا. جي في الواي جي في الواي وهكذا. سكيل اكسترود هنضيف البيفل سموث فإذا ده كده يكون قطر. خلينا نحرك الأوبجكت ده هنا كده سكيل زد تو تايم شيفت دي في الزد ده كده أول عنصر جي في الواي سكيل خلينا نجرب نشوف لو ضفنا البولين بولين في هذا الأوبجكت دي النتيجة اللي حصلنا عليها. طيب لو ضفنا بعد البولين سبليت هتكون دي النتيجة. فهنا ممكن سكيل هكذا هكذا وده جي في الزد بعد سكيل بوينت ناين سيفن وليكن هكذا.
تمام، نفس اللي حصل هيكون فينا سلندر برضو. هل ممكن نضيف السلندر عن طريق، طيب بس برضو نفس الموضوع، هنضيف السلندر هنا كده وليكن أربعة وعشرين، نسمي دي كتر تو، سكيل شيفت زد بوينت ون، سكيل داون جي في الواي هكذا، انظر بولين، بولين موديفاير كاتر تو، تمام. ده مش محتاجين فيه اي حاليا، ده كده ويكون روتيشن اتنين، ممتاز جدا. أظن كده احنا انتهينا من المودلينج للهيدفون. في بعض التفصيلة هنا كده وليكن، ده كده طبعا هنسمي ده كده فيرتكس جروب، هنسميه وليكن هنا لوجو، بحيث لما نعمل انرابنج هنضغط بس انست وهكذا، و اكسترود هل في اي تفاصيل اخرى؟ ما اظنش ان غير ان هنا في ايضا في طيب كده انتهينا المودلنج. ان شاء الله الدرس القادم هنشوف ازاي نستكمل المودلنج للكيز تشارجنج كيز ثم رندر للهيدفون.